وللمزيد حول حركات ثورة تشرين المتواصلة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات ناهد أحمد. سيدة ناهد، في البداية، تحشيد لتظاهرات مليونية يتزامن مع دخول ثورة تشرين شهرها السادس، إلى أي مدى تتوقعين حدوث استجابة كبيرة من المتظاهرين لمليونية الأحد القادم؟ والله الجماهير طبعا قبل كل شيء أنا أشكرك على إتاحة الفرصة وأشكر الجمهور المستمعين. بالحقيقة إحنا يعني مهملين خير ومتفائلين، مو المرة الأولى اللي ينفذون الجماهير تظاهر سبقتها مليونيات مليونيتين أكثر ما أظن ويستجيبون، وإن شاء الله هاي المرة أيضا يجيبون، وإحنا دا نحشد يعني مو يعني ندعو المظاهرة مع المحافظات كافة. راح ندخل إن شاء الله من منطقة الكرخ ومن باستثناء الجمهورية، وراح يعني حضرني إن شاء الله. أما الموعد فمع لحد الآن ما أقدر، بس إن شاء الله يتحدد هذا الموعد وإن شاء الله ينجح المرة، وراح يكون دخولنا سلمي وساحة التحرير سند وظهير. نعم سيدة ناهد، إذا كنت لا تزالين معنا، في الوقت الذي يؤكد فيه الثوار رفضهم لحكومة علاوي، لا تزال الأحزاب السياسية في صراعها على المناصب، كيف ترين هذا الموقف؟ وإلى أي مدى يكشف هذا الموقف انفصال الأحزاب عن الشارع العراقي وتطلعاته التي يسعى إلى تحقيقها؟ طبعا هي القصة أزلية، تعرف هم متورطين بأي شيء، وهسه حاليا أصبحوا حتى الكوري أيضا والسنة، يعني مو طائفية، لا ما تهمني، بس هو تعرف العراقي قاعدين كلها طائفية ومذهبية إسلامية ومسيحية. المهم يعني الجهة الشيعية، خلينا نقول تحديدا الجهة الشيعية، هي اللي اتخذت قرارها، والبقية انفصلوا عنها. وحاليا همينا مقتدى صدر يعني هذا تصريحاته يقول يعني اذا ما يقبلون ندخل لهم بالتوافي. تخيل يعني، تخيل يدخل للتوافي للمنطقة الخضراء، المن يريد يضرب؟ المن يضرب البرلمانيين؟ يعني راح يصير برلمان التوافي ان شاء الله. وهذا طبعا سبب كبير يخلي الجماهير ترفض ترشيحاتهم، وقسم من المرشحين ايضا همينا معروف عنهم يعني غير مستقل، اما مؤيدين او من احزاب او من احد الكتل والاحزاب البرلمانيه. يعني راح نرجع للمربع الاول، وراح نرجع العراق مال بدايه 2003 نقول تحديدا، فما ما تنفع ويا كل الطرق. نعم. ويا مقتدى بالذات هو هذا اصلا اثره كبيره امامنا. نعم، في سؤالي الاخير لك سيده ناهد، استشهاد الناشط عبد العظيم سوادي طعنا بالسكاكين امام منزله بمحافظه القادسيه، مع اعتراف مقتدى الصدر بعدم حل ميليشيا القبعات الزرق فعليا، إلى أي مدى باعتقادك يمكن أن تكون تلك الميليشيات هي من تنفذ عمليات اغتيال الثوار؟ يعني هو كل التصريحات وكل يعني هو مثل هي تبدو عليها هفوات، لكن هفوات تطلع الحقيقة. يعني من يقول احنا هذا تجونا بال نجيكم بالبلطة، نجيكم بالبلطة ما ادري بالتوسية، يعني واذا ما تقبلون هو برشحهم طبعا عن محمد علاوي، واذا دا يهدد بالضرب طبعا يهدد انه اللي ما يوافقون عليه البرلمانيين هو حيصير برلمان التوفي. وما بقى هو شنو هو مقتدى الصدر، ما بقى غير بس جماعته، وعندي اوقات كبير من اصلا انفضوا عنه، انفضوا لانه تصريحاته متناقضه، رجل اقوى وتصريحات فقط. فمن يكون رجل اقوال اعتيادي يعني خو ما ذاكرته مثل الكمبيوتر، بعد متناقض، مره يحكي مره يتحدث هكذا ومره ثانيه يناقض حديثه. ولهذا يعني شخصيه مذبذبه
متذبذبة متناقضة، وكلامه وتصريحاته كلها تناقض. نعم فهذا السبب اللي وبعدين كشف عن حقيقته الأموية، كشف أنه هو وراء مقتل للعراقيين، وهو مال ذول حزب الله، هذول حزب الله شكرا. كوثراني وما أعرف إيش، شلون تنامي أسامي مية ما شاء الله. الناشطة ناهد أحمد، الناشطة في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.